اهلا بحضرتكم من جديد. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا دكتور شريف سليمان، دكتور الاقتصاد الدولي وعضو جمعيه رجال الاعمال المصريين. دكتور شريف تحياتنا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك وسيادات والساده المتابعين، اهلا وسهلا. يعني بدايه دكتور، يعني كيف ترى الاستراتيجيه الوطنيه للصناعه التي تتوجه الدوله لتنفيذها في المرحله القادمه؟ هو في الحقيقه زي ما حضرتك عارف، المعالي رئيس هيئه الوزراء الدكتور مدبولي كان وضح قد ايه ان الاستراتيجيه الوطنيه هتعتمد على شعار معا نبني مستقبلا مستدام. نعم. الخريطه الاستثماريه، تغيير شكل الخدمات الحكوميه بميزاتها تعهدات القطاع الخاص اللي تقدمها، الحوافز للمستثمرين والاستثمار. دلوقتي كمان بنضيف النشاطات والمجهود اللي بيعمله معالي الوزير كامل بيه، ان يبقى حل المشكلات تبقى من خلال الاجتماعات مع اصحاب المشاكل نفسهم. اعتقد ده تغيير كبير وان شاء الله الاستراتيجيه تؤتي بالثمار. دكتور، يعني البعض شايف مثلا في عدة مشكلات بتواجه قطاع الصناعة أو المصانع المتعثرة تحديدا، على سبيل المثال يعني المشكلات المالية، يعني هو كيف يطلب من البنوك يعني تقديم دعم لمصانع أو بعض الجهات هي سبق أن أجلت أو قامت بتأجيل دونها أو تعثرت بسبب هذه الناحية؟ يعني ده أحد المشكلات، يعني إحدى المشكلات. طبعا زي ما حضرتك تفضلت هي احد المشكلات، لكن هي طبعا مشكلات الصناعه بتواجه تحديات كثيره، زي مثلا غياب قواعد البيانات الحقيقيه عن الصناعه او حتى قواعد البيانات عن المصانع المتعثره. الارقام والاحصائيات بتاعتها فيها اختلاف كبير والتفاوت ما بينهم كبير. الصناعه كمان محتاجه لمعامل معتمده مصريه عشان تؤهلها ان المنتج بتاعها يبقى بينافس سواء في السوق المحلي او في السوق الاجنبي. احنا عندنا مشكله كمان في الصناعات الصغيره والمتوسطه، لان ما عندهاش القدره على التواصل مع الجهات الحكوميه او الجهات اللي بتقدم الخدمات اللي هم محتاجينها. نعم. في عندنا خلل احيانا في بعض البنود الجمركيه، يعني تخيل حضرتك مثلا تبقى بتستورد ماده خام، تبقى بتدفع بند جمركي اعلى لما تشتري المنتج التام، ودي من الحاجات برضو اللي لازم ليها مراجعه. طبعا اكيد من بعد فبراير 22 بقى في مشكله في الافراج عن الخامات وارتباطها بالاعتمادات المستنديه والمشاكل المستقبليه. في كمان صعوبه في بعض الموافقات والاجراءات في بعض المناطق الصناعيه او في بعض المحافظات. ربما يكون في برضه بعض الاعمال الترفيه ما كملتش، لكن مش بقى اللي قصدي اقوله لحضرتك ان هي مش بس المشاكل الماليه، في مشاكل اخرى كثيره مجمل يعني. لكن هناك بالتاكيد في الحوار المزمع قامتم ما بين الوزير ووزير الصناعه وبين رجال الاعمال او بعض اصحاب المصانع المتعثره، ربما يكون هناك ايجاد للعديد من حلول هذه التحديات. عموما هو يعني لانتهاء وقتنا، دكتور بشكر حضرتك في النهايه. دكتور شريف سليمان، دكتور الاقتصاد الدولي وعضو جمعيه رجال الاعمال المصريين، شكرا لحضرتك، كنت معنا مباشرة على شاشة نادي النيل الأخبار.